طيب واحنا بنتكلم هنا وبنقيم هذا الحوار في مدينه العلمين الجديده وتحديدا من فندق ريجل هايتس، شايف الاجواء ازاي؟ فكره تنظيم مهرجان خلينا نقول ميجا فيستيفال، في فعاليات كتير جدا ان كانت رياضيه ثقافيه فنيه، وكمان فكره تواجدكم انتوا جيل ليه مكانه خاصه عندنا، يعني كان جيلي الاصغر الاكبر طبعا مع احترامنا لنجوم الجيل الحالي، بس انتوا ليكم مكانه كده خاصه عندنا، فكره ان انتوا تتجمعوا هنا وتلعبوا ضد بعض دي بالنسبه لنا حاجه نوستالجيا وحاجه حلوه ان احنا حابين نشوفها. فكره المهرجان بالنسبه لك شفتها ازاي، او اول ما سمعت انه هيتم اقامه مهرجان في مدينه العالمين الجديده وهتبقى دي الفعاليات شفتها ازاي؟ بصي الاول البدايه يعني البريس كونفرنس الامبيونس نفسه، او انت تلاقي البحر وراكي، الناس كانت قاعده ازاي، السيت اب انا بركز في تفاصيل شويه، كان حلو قوي. فكره ان المهرجان نفسه ان انت عاوزه تعملي ماركتنج للمكان، السلوجن بتاع العالم عالمين عجبني جدا، وقصه العالمين وزمان، وان كل الحته دي كانت الغام ثم تحولت زي ما انت شايفه تاورز واماكن حلوه قوي وريستورانتس ومطاعم وحاجات. الفكره بتاعت المهرجان الانترتينمنتس اللي هيتعمل، واحنا تواجدنا كجزء صغير من الناس اللي بتحب الكوره او الرياضه بشكل عام، كل ده عجبني قوي. بس هو انت الفكره ايه؟ هي مصر طبعا. طيب خلينا نمسك البلد دي، البلد دي فيها احلى بحر، فيها اطيب شعب، فيها اكتر اثار، احنا بنروح ساعات تروحي اللوفر في فرنسا عشان تبصي على الاثار بتاعت مصر. فعندك احلى بحر، لو مسكتي الخريطه بتاعت مصر بشكل عشوائي وحطيتي صباعك كده هتلاقي الواحات، هتلاقي اسوان، هتلاقي الاقصر، هتلاقي الفيوم، هتلاقي سوهاج، هتلاقي اسكندريه، مفيش حته مش حلوه، يعني كلها حلوه قوي. بس احنا المفروض ان احنا عاوزين نفتح الباب، مصر دلوقتي بتفتح الباب قوي، في دول فتحت الباب معناها مش نفس القوه والقدره وكل حاجه بتاعت مصر، زي قطر في كاس العالم شفناها، ودول اشقائنا كنا مبسوطين جدا بالتنظيم، لكن لا احنا بنملك كل حاجه، احنا محتاجين بس ان احنا نحب البلد قوي، ان احنا نشتغل البلد جدا، وان الدنيا دي هو ربنا خلقها على طول في تحديات وصعوبات، فانت تشتغلي وتتعبي وتعملي وان شاء الله يا رب هي قد الدنيا وهتفضل طول عمرها قد الدنيا.